اخيرا 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 نزل اعلان ماب الزومبي القادم لبلاك اوبس 4. ماب الماب هذا راح يكون اخر ماب لقصه الفوضى، القصه الجديده، واخر مابين راح يكونوا لقصه الايثر. طبعا مو معناته انه هالماب خلاص نهايه قصه الفوضى، لا، نهايه قصه الفوضى بهالسيزن، سيزن ممكن السنه الجايه يعملوا سيزن قادم ببلاك اوبس 4 ويكملوا القصه، او بلاك اوبس 5 ما ندري. للعين ما شفت الاعلان، سويت تصويت على تويتر اليوم الصبح، قلت لكم بدكم بث مباشر ولا فيديو، الاغلبيه صوت فيديو. فيلا خلينا نشوفه مع بعض. والله متحمس، متأكد هذا الماب راح يكون شيء خرافي لانه بدهم الناس يتعلقوا بالقصة الجديدة. خلينا نبدأ. اوكي شباب، نزل اعلان صار له 20 دقيقة نازل وللحين ما شفته، قاعد استنى ينزل النسخة العربية، للحين ما نزل للاسف. فخلاص راح اشوف النسخة الانجليزية، بس راح تلاقوا اللينك مترجم للعربي موجود بالاول كومنت وبالوصف، فمجرد ما يتحمل الفيديو اكيد راح يكون نزلوا النسخة العربية وراح تكون موجودة باول لينك بالوصف، فروح شوف النسخة العربية افضل بعد ما تشوف الفيديو. خلينا نعمل ريفرش، ممكن يكونوا حطوها، ارجوكم ارجوكم لا. فيلا هنشوف النسخة الاجنبية، ان شاء الله يكون شيء رهيب، كل شيء تمام. يلا okay, okay. What have you done to Alistair Rhodes? These are the only people I trust. We will do whatever it takes to get Ophazer back. Did you find what you were looking for? Okay, بعد Memory, IX. We found it. بعد أحداث IX. IX كان آخر شيء بالقصة. اوه اوكي اوكي، ماني متحمس مره لاني شفت هالمدينه كلها، حطوها على تويتر على مدى يومين. اوكي لا، هاي شيء جديد، هاي شيء جديد. اما واقف هذا الصوت الاوراكل قاعد توقف الزومبي عنهم، حكيت I cannot hold them forever، ما اقدر اوقفهم للابد. Just like your father, I too am a prisoner. Set us free. هاي الأوراكل بتحكي معهم صح؟ حقت إنه أرجوكي أنا مثل أبوكي محبوسة، حررينا. واو. My champion. Alistair. That artifact. It's stuck. هاي الارتيفاكت اللي نستعملها بكل ماب. والله الباب مبين رهيب، الباب مبين جدا رهيب. ما قاعد اعلق لاني متفاجئ. واو. مش الناس جديد؟ قنابل جديدة؟ هلا والله هلا والله. Your father, he waits you. أشياء كثير. I hope you know what you're doing, Scarlet. Wow. واضح انه راح يكون من احلى مبات الزومبي، واضح حيكون من احلى مبات الزومبي. اوكي راح نشوفه مره ثانيه، راح نشوفه مره ثانيه، بس المره راح نوقف، المره راح نوقف، المره راح نوقف كل شوي. These are the only people I trust. We will do whatever it takes to get your father back. راحوا على اي اكس، خلصوا من اي اكس، بعدين صحيوا هون. هاي الاوراكل، هاي الاوراكل اللي تكلمنا كانت ب اي اكس، اللي حكيت لهم روحوا على الكيف وشي من هالكلام، واللي هي اللي خلتهم ياخذوا الدخان ليرجعوا بالزمن. هاي صوتها. وهلا هم ببلفاست، هاي مدينه باليونان تحت الارض. حكيت نحن مو اول ناس جو هنا. الزومبي ساحبين عليهم لان الاوراكل هي اللي موقفتهم. حكيت لهم انه
ما اقدر اوقفهم طول الوقت. يلا اسرع. اظن هي 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 حقت لهم مثل ابوك انا كمان محبوسه هنا، ارجوك ساعدينا. اظن اللي حابسينهم الجماعه الدينيه لان هم اللي سرقوا ابوها، خطفوا ابوها وهلا خطفوا هي. عندهم شيء بالسحر لازم يحبسوهم بهالمكان. اوكي الحين المدينه صارت خضراء. ليش هي شلال؟ شيء رهيب الشلال الصراحه. بعدين شو هالشيء؟ ضو. اوكي فكرت شيء غير هذا. شو قاعد عم ينادي؟ أليستر قاعد ينادي صاحبه. اوكي هاي القطع اللي تحول الزومبي. هلا هون شو قاعد يصير؟ جماجم قاعده تتحول نفس جراس دراك الجماجم. قامت وقاعده تقاتلنا. وهالوحش هذا الوحش اظن شيء بالديانه الاغريقيه اللي عنده 1000 ايد مدري ايش. هالضو من السماء كمان ايش هذا؟ ايش مش شيء جاي من السماء؟ ما عندنا شيء قبل هيك بالزومبي. اظن قنبله جديده نفسي كمان قنبلة جديدة. بآخر مبات زومبي ما شفنا أي قنابل جديدة ولا أي سبيشلس جديد، كلها من المنيو بس هون في أشياء جديدة. وهذا شيء من الأغريق وشيء من الكلام من اليونان من التراث تبعهم أو دينهم. فجاي يساعدنا ويصعق الزومبي، شيء رهيب. ولون باكا بانش رهيب أخيراً أخيراً. لون باكا بانش حلو ببلاك أوبس 4. You know what you're doing, Scarlett. First on PlayStation 4 تاريخ 26. لا لا بالحماس. خلينا نشيك. نزل اعلان عربي؟ نزل اعلان عربي؟ نزل اعلان عربي؟ ما نزل للاسف. فمثل ما قلت لكم شباب راح تلاقوه موجود بالوصف تحت. اخ والله جدا متحمس، جدا متحمس. انا متاكد اصلا من قبل ان الماب راح يكون رهيب لان اخر ماب لقصه الفوضى بهالسيزون، فبدوا من الناس يتعلقوا بالقصه، فشيء طبيعي راح يكون شيء رهيب. لانه لو كان ماب عادي خلاص تقريبا قصتهم الجديده فشلت الصراحه. اوكي خلصت انقول لهالكاميرا. فاي مثل ما قلت لكم ان لو الماب هاد فشل ان القصه مبينه رهيبه بس الناس راح يسحبوا عليها خلاص، لان يعني الناس متعمقين قصة الايثر اكثر. بينما لو المابات كان فعلا رهيب، فعلا كان القصة اللي فيه شيء جدا رهيب، لا الناس راح يتحمسوا لتكملة قصة الفوضى بالسيزن القادم. طبعا نبي الايثر اكثر بس راح نضل متحمسين مع هالقصة لو فعلا هالماب اثبت انه القصة رهيبة ونهايته رهيبة. فنستنى ونشوف ان شاء الله. راح اسوي فيديو تحليل، لا ما راح اسوي فيديو تحليل لان ما في شيء احلله، بس راح اسوي قصه الفوضى كامله قبل يوم الثلاثاء. الماب راح ينزل يوم الثلاثاء، فجمعه سبت احد تنين للحين ما ادري، بس مو تنين، يا جمعه يا سبت يا الاحد فيديو اشرح فيه قصه الفوضى كامل عشان تروحوا وتفوتوا على الماب وانتم فاهمين القصه. راح اسوي قريبا ان شاء الله هالايام الجاي. فاتمنى يا شباب نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا الفيديو بزر اللايك، خلي حماس الزومبي يرجع، وشاركونا بالتعليق رايكم. وبس كان معكم شركيال شركيال، كنت دي هاد تاني ان شاء الله. مع السلامه.